يتبدل اللاعبون من حيث الشكل ولا يتبدل الاستعمار من حيث المضمون. سوريا تخلد شهداءها أبطال حامية البرلمان وتحيي ذكراهم 68 بتصميم على قهر أحفاد من قصفهم من المستعمرين. قمنا بالسيطرة على مطار الضبعة خلال اليوم وأنجزنا عمل كبير جدا. بواسل قواتنا يستعيدون مطار الضبعة ويقطعون الإمداد عن الإرهابيين في شمال القصير، وإنجازات بالأهمية ذاتها في ريف دمشق. مؤتمر أصدقاء سوريا في طهران يؤكد على الحوار الوطني السوري حلا وحيدا للأزمة ويقر تشكيل لجنة اتصال دولية لمتابعته. روسيا تحذر من ازدياد تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتؤكد أن المعارضة السورية في الخارج لا تعيش معاناة الشعب السوري. الجيش العراقي ينفذ عمليات استباقية ضد أوكار إرهابيي القاعدة ويعتقل 91 إرهابيا ويقتل 22.